او كفته الفراخ ممكن تشويها، ممكن كمان بنفس الطريقه تعمليها بانيه. يلا بينا نقول المقادير ونشوف مع بعض الطريقه. عندنا نص كيلو من صدور الفراخ، تمام. عندنا كمان الفراخ عندنا هتبقى عبارة عن نص كيلو صدور ونص كيلو أوراك. أنا بحب أعمل ميكس ما بينهم، ده بيخلي طعم الكفتة حلو قوي. خلاص، عندنا كمان نص كوباية من البرغل الناعم مغسول، تمام، متصفي كويس. بصلاية متوسطة. عندنا كمان 6 فصوص من الثوم، نص كوباية بقدونس، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة كبيرة من الزعتر الناشف أو ممكن نحطه فريش اللي متوفر عندنا، وملح وفلفل أسود. تمام، دي المقادير. يبقى قلنا هنا في الوصفة دي يفضل ان احنا نعمل مزيج ما بين الاوراك والصدور علشان تديني طراوه للكفته، ما تبقاش الكفته ناشفه. تمام، ويلا بينا نشتغل. وزي ما اتفقنا من البدايه ان الكفته دي تقدري تشويها على الفحم، على الطاسه، في الفرن، كمان تقدري تعمليها بالبيض والبقسماط وتبقى كفته بانيه. تمام، يلا بينا. عندنا الكبه، بسم الله، هحط فيها بقى البرغل والبقدونس والبصل والثوم. ننزل كده بالبرغل، غسلينه ومصفينه كويس قوي، مش عايزه يبقى فيه سوائل في الوصفه. وادي البصل، الثوم، البهارات بقى بتاعتنا كلها، ادي الزعتر والبابريكا، البيكنج باودر، هنا البهارات والكزبره الناشفه، وادي البقدونس. وتعالوا بينا بقى نفرمهم. لو انا الفراخ بتاعتي مفرومه هفرم دول لوحدهم واضيفهم للفراخ، اما الفراخ بتاعتي لو قطع هحطها معاهم ونضربهم كلهم في الكبه علشان كلهم ينعموا ويتفرموا مع بعض. حطيناش الملح والفلفل، هنضيفهم طبعا علشان يبقى كله يعني اتفرم مع بعضه، والملح هنا هيبقى على قد الكمية. وادي الفلفل، وهنضربهم تاني. خلاص فرمنا كل المكونات بتاعتنا مع بعض ونعمت، هننزلها بقى في البولة. يبقى احنا كنا حاطين ايه هنا في الكبة؟ حاطين بقدونس، برغل، بصل، ثوم، البهارات كلها اللي عندنا والملح والفلفل حطيناها وفرمناهم كويس جدا. وما ننساش ان في بيكنج باودر علشان يخلي الكفتة هشة. وادي الفراخ المفرومة عندنا اللي هي نص كيلو صدور ونص كيلو أوراك، وهنخلط كله مع بعضه. ومعانا مين؟ شيماء. أهلا شيماء، إزيك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة أعرف طريقة عمل البيتزا. البيتزا؟ أيوة. حاضر، عينينا ليكي، نقولها لك يا حبيبتي حالا. نورتينا يا شيماء باتصالك. تمام، هنبتدي بقى نعجن كل المكونات دي مع بعض. زي ما قلنا لو الفراخ قطع هتحطيها مع كل المكونات وتخلطيهم مع بعض او تفرميهم مع بعض في الكبه، اما الفراخ لو مفرومه هتخلطي كل الاضافات وبعدين تضيفيها للفراخ وتبتدي تعجنيهم مع بعض علشان يمتزجوا كلهم ببعض ويبقى كله بنفس الطعم. ليه بقى بنحط صدور واوراك؟ الاوراك من الحاجات اللي فيها نسبه دهون شويه، فدي بتدي طراوه للكفته، تمام، عشان كده بنعمل ميكس ما بينهم. والصدور بتمسك الى حد ما الخليط او العجينه بتاعت الكفته عشان ما تبقاش سايبه قوي مننا. وحطينا بيكنج باودر علشان يخلي الكفتايه هشه ومش مكتومه. ادي معانا خليط الكفته جاهز جدا، ريحتها حلوه قوي. تمام، يلا بينا بقى نبتدي نشكلها. زي ما اتفقنا نقدر نحتفظ بيها وايه
ونحطها يا اما مشويه كده تتشوي كده، يا اما نحطها في بيض وبقسماط ونشيلها في الفريزر ونطلع نقلي على طول، هتمشي معاكي كده وكده. وزي ما شفتوني قبل كده في كفته اللحمه برضو بصبعها على المسن، انا بحب المسن جدا لانه بيفرغها لي شويه من جوه، فبتبقى الكفتايه مش مكتومه وناشفه، لا بتبقى طريه جدا بالشكل ده اهي، مفتوحه من الجنب بالشكل ده، ده تاثير المسن. تمام، يلا نرص بقى في طبق، ممكن نبل ايدينا بزيت بسيط علشان الكفته ما تلزقش في ايدينا. اظن طريقه سهله جدا وهطلع لك كميه حلوه قوي، تقدري بقى انك انت تحفظيها في الفريزر وتطلعي قبل الفطار بساعه مثلا، وتبداي يا تشويها على طاسه يا تشويها على فحم، يا اما تعمليها بالبيض والبقسماط وتحمريها زي الفل. يبقى الطريقه كانت سهله وبسيطه ومش تاخد منك وقت خالص، بس صدقيني في رمضان هتسهل لك كتير كتير جدا. يلا بينا بقى نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، الكفته اهي اتعملت، طلعت الكميه دي يعني دي كيلو من الصدور والاوراك بعد ما تبلناهم وصبعناهم بقوا بالشكل الجميل ده. تقدري بقى تلفيهم بورق او بالبلاستيك فيلم وتحطيهم في الفريزر، اهم حاجه اكتبي عليهم دول ايه علشان الحاجه لما تخش الفريزر بتختفي معالمها وما نعرفش ده بيبقى ايه. وخلي بالك ما تحطيش طبقات فوق بعضها، تمام، ولو هتحطي يبقى في كيس بلاستيك في النص عشان ما يلزقوش في بعض، ولما تيجي تخرجيهم يبقوا يخرجوا من بعض بسهوله. يلا بينا نشوف تاني وصفه، الفراخ المعصجه.